يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في الأسبوع الثالث من الرسالة اليومية للمعسكر الصيف العاشر للأكاديمية الملكية للشرطة. تابعونا، اليوم عندنا فعاليات كثيرة للطلبة والطالبات. اليوم طلاب المعسكر راح يزورون قيادة طيران الشرطة، واللي من خلال هذه الزيارة بيعرفون المهام اللي يقوم فيها هذا الطيران. خلونا نشوف مدى استفادة الطلبة من هذا البرنامج. طبعا اول شيء في البدايه نستقبل الطلبه، ندخلهم عندنا اللي هو المحاضره، نبتدي كمحاضره اساسيه تعريفيه حق طيران الشرطه اللي هو كماضي تاسيس طيران الشرطه. طبعا بعدين تحولنا من جناح طيران الشرطه الى قياده طيران الشرطه، ونعرفهم على الطائرات بشكل بسيط مع مهماتنا كطيران الشرطه، شنو اللي هو اهم مهمات عندنا، الطيارات اللي عندنا. استفدت ان يعني اذا دشينا الطياره نعرف يعني شو نسوي، علمونا يعني شو نسوي اذا دشينا الطياره، واذا صار شيء يعني شو نسوي. وكل طياره لها مهمه، يعني في طياره تنقذ في البحر يعني الغرقين، في طياره تسمى تطفي الحريق، ويعني في حتى طياره يعني اذا كبت فوق تشوف كل شيء في الارض، يعني اذا في زحمه او في حريجه كل شيء هذا يسوونه ويكلموا المرور او الشرطه ويقولوا لنا فيها. ان كل طياره لها خاصيه، إن بعض الطيار المادي سباحات حق إذا صار شيء خرق واحد ينقذونه ودون حق هذه ما مستشفى، أو ودون حق هذه خفر السواحل. بعد في طيار إذا صار حريجة أو شيء عندها شيء تحت تشيل الماي من بحر تودي حق مكان حريجة، وكل طيار لها فوق. تعلمت أنا كل عضو في الطيارة شنو فائدته، وحق بعض الطيارات حق شنو يستخدمونها، في بعض الطيارات حق حرائج، وبعض الطيارات حق مثلا إنقاذ حق واحد قرقان. اليوم طالبات المعسكر عندهم زيارة لمركز محرق الشبابي النموذجي واللي تأسس عام 2017. راح يتعرفون على أقسام هذا المعسكر، راح يتعرفون على مهارات ويكتسبونها من خلال الورش الموجودة في هذا المكان. خلكم ويانا وبنشوف مدى استفادة الطالبات من هذه الزيارة. طبعا التايكوندو هو يعزز عن النفس، يعطيك حمايه حق النفس، يعلمك شلون تدافعين عن نفسك، شلون لين جاتك مثلا خصم بتدافعين عن نفسك شلون تدافعين. طبعا لعبه التايكوندو مشهوره في البحرين. طبعا اليوم لنا نادي الشباب في منطقه المحرق، تعلمنا اول شيء التايكوندو قوانينه، وشاركنا مع الاطفال اللي هو متعلمين اكثر منا، وود استانسنا ولعبنا معاهم، وبعد شوي نروح نتعلم الطبخ وعرض ازياء.
هاي السنة الثانية لي في المعسكر الصيفي، ووايد علمت واستفدت منها وايد أشياء، خصوصاً الثقة في النفس. وحالياً إحنا في مركز محرق الشبابي، يعني وايد استفدنا منه. الحين سوينا تايكوندو، وعقب شوي بننزل نسوي فيشن وطبخ. أول شيء لعبنا تايكوندو، استونست وايد. التايكوندو تعزز الثقة في النفس وفاشن والطبخ، تعلمنا أشياء وايد اليوم. أنا حسيت إن أهم وايد عندهم حب للطبخ، قاموا يبدعون ما شاء الله عليهم، يقطعون يسوون، سووا الكريمة منهم، عطوني أفكار بعضهم، في بعض البنات عطوني أفكار أزيدهم حق الطبخ، يعني حق كبهارات، كطريقة تقطيع، طريقة خلط، يعني منهم نستفيد مثل ما هم يستفيدون مني أنا أستفيد منهم في نفس الوقت. وما زلنا متواصلين وياكم مشاهدينا في فعاليات وأنشطة المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة، خلكم ويانا. افتتح متحف نفط البحرين عام 1992 ليتزامن افتتاحه بمرور 60 عام على اكتشاف النفط، ويتميز المتحف بموقعه المحاذي لأول بئر حفر لاستخراج النفط عند سبح جبل الدخان، تتولى شركة بابكو إدارته. هو برنامج تدريبي تفاعلي يسلط الضوء على القيم الرئيسية التي يحتاجها الطلاب في حياتهم اليومية، وأهم قيمة هي العمل الجماعي، حيث يعاني الكثير من مشكلة عدم الاندماج ضمن فريق في حياتهم الاعتيادية واليومية. فقد تم تصميم هذا البرنامج في قالب عملي يتسم بالحماس والتمارين التدريبية التي تساعد في اكتساب اللمحات المهارية للعمل الجماعي والرسائل الهادفة.
ورشة الإسعافات الأولية تهدف إلى تعليم المشاركين طريقة الإسعاف الأولي بشكل مبسط وكيفية إنقاذ الشخص المصاب بإصابات بسيطة وغرس الفكرة بشكل سريع. مشاهدينا الكرام، نتمنى انكم استمتعتوا معنا في رسالة اليوم. نلقاكم بكرة بإذن الله، ولا تنسوا متابعة رسالة اليوم وكل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية. في أمان الله.